مات عالم من أعلام هذه الأمة يعني بشهادة القريب والبعيد. وأنا كان عندي موقف معه مرة يعني أعطاني درس عجيب جدا الشيخ طاهر عيت على الجد رحمه الله. مرة أنا قبل ما نكون في الإمامة كنت مدرس قرآن، كنت مشرف على مدرسة قرآنية في الحي تاعي، وعندي طلبة صغار نقريهم قرآن. وكنت كل مرة يعني مرة في الشهر كنت نجيب لهم مثلا شيخ من المشايخ يذكرهم يرغبهم يحثوهم على حفظ القرآن، على التمسك به، على تعلم أحكامه، بدل لهم الجو، نجيب لهم شيخ المشايخ لتحته في المدرسة القرآنية جلسوا. فمرة وقع اختيار تاعي، قلت الله غنشوف لهم شيخ طاهر ربي يرحمه، احنا كنا بوزر عاصمة قريب لينا، قلت نشوف الشيخ طاهر ان شاء الله نجيبه. بصح رحت ليه كي كنت رايح شغل حشمان شويه على باش نقول له ماشي حشمان سما، كي راح نقول له بلي راك جاي عند دراري صغار، تقول جاتني ثقيله الشيخ طاهر بالقيمه تاعو وكذا، نجيبو دراري صغار تاع 8 سنين تاع 10 سنين باش يقعد معليش. قلت بصح قلت الحمد لله، قلت رانا في الخير نكملوا عليها. فرحت له سام الشيخ واش راك لاباس؟ الحمد لله. عرفت روحي قلت له انا ندرس قران في المسجد الفلاني كذا. قلت له شيخ جيتك حبينا نستضيفوك كدايا. قال لي بالفرح والسرور كاش مشكل. قلت له بصح شيخ كاين واحد الامر بقى. قلت له انا مانيش ما جيتش نقول لك باش تجي دير محاضره للناس، قلت له انا جايبك الطلبه الصغار دراري صغار تاع المدرسه القرانيه باش ترغبهم وتحفزهم على حفظ القران. إيه قال لي ما شاء الله، قال لي احب المجالس واشهى المجالس تاعي، قال لي كي نقعد مع الطلبه على القران، قال لي خاصه كي يكونوا صغار. ومن بعد قال لي نقول لك علاش نحب هذه المجالس اكثر من غيرها. قال لي سبحان الله، قال لي ايام الاستعمار الفرنسي قال لي كنت نشوف اضطهاد فرنسا للمدارس القرانيه، قال كان تضييق عجيب، قال خاصه في المدن الكبرى جزائر وهران، هذه المدن الكبرى كان فيها تضييق كبير جدا. المدارس القرانيه كانت تنشط شويه الزوايا في الشهور في القرى، بصح في المدن الكبرى كان صعيب. قال مره كي شفت هذاك التضييق انا قال كنت نقول مع روحي هل يجي النهار وين تستقل الجزائر ويولوا ابنائها يقراوا القران بكل حريه، يقراوا القران بلا ضغط بلا تضييق بلا خوف، يقراوا القران وهم فرحانين بهذاك القران. قال كانت من اكبر الاماني تاعي تستقل الجزائر ويقرا ابنائها القران بكل حريه. قال سبحان الله وحقق الله عز وجل هذيك الامنيه ليا. قال لي استقلت الجزائر، قال لي وليت نشوف المدارس القرانيه، قال لي فكي تجي تقول لي نتايا نروحوا عند الطلبه صغار تاع المدارس القرانيه باش تشجعهم. قال لي هذه اشهى المجالس عندي، قال لي لا لي شيء، قال لي باش نحكي لهم هذه الحكايه، نقول لهم شوفوا كيفاش كنا عايشين وشوفوا كيفاش كانت الامنيه تاعنا، وانتم راكم عايشين في هذه الامنيه نعمه عظيمه. قال لك ما يعرفش قيمتها غير اللي فقدها، قال احنا فقدناها ومن بعد عطاها لنا ربي، وانتم ما فقدتوهاش ونسال الله عز وجل انكم ما تفقدوهاش. وجاء سبحان الله وحكى لهم هذه القصه. فهذا كما يقول لك هذا الموقف سبحان الله. لهذا اللي يعرف الشيخ طاهر كان رجل يركز كثيرا على، كان فاقه خاصه في المذهب المالكي رحمه الله، لكن كان ينشط خاصة في منطقة القبائل، يسعى في إنشاء الزوايا، في تدشين الزوايا، كان يحب القرآن، لأنهم عاشوا مواقف ماشي قراوها، مواقف عاشوها. هذا كان موقف تاعه رحمه الله تعالى. حبه للقرآن بإذن الله يشفع له عند الله الواحد الديان رحمه الله وأسكنه فسيح الجنة. مات عالم من أعلام هذه الأمة يعني بشهادة القريب والبعيد. وانا كان عندي موقف معه مره يعني اعطاني درس عجيب جدا الشيخ طاهر عيت على الجد رحمه الله. مره انا قبل ما نكون في الامامه كنت مدرس قران، كنت مشرف على مدرسه قرانيه في الحي تاعي، وعندي طلبه صغار نقريهم قران. وكنت كل مره يعني مره في الشهر كنت نجيب لهم مثلا شيخ من المشايخ يذكرهم يرغبهم يحثوهم على حفظ القرآن، على التمسك به، على تعلم أحكامه، بدل لهم الجو، نجيب لهم شيخ المشايخ لتحته في المدرسة القرآنية جلسوا. فمرة وقع اختيار تاعي، قلت الله غنشوف لهم شيخ طاهر ربي يرحمه، احنا كنا بوزر عاصمة قريب لينا، قلت نشوف الشيخ طاهر ان شاء الله نجيبه. بصح رحت ليه كي كنت رايح شغل حشمان شويه على
باش نقول له ماشي حشمه تسمى كي راح نقول له بلي راك جاي عند دراري صغار، تقول جاتني ثقيله الشيخ طاهر بالقيمه تاعو وكذا، نجيبوا دراري صغار تاع 8 سنين تاع 10 سنين باش يقعد. معليش قلت بصح قلت الحمد لله، قلت رانا في الخير نكملوا عليها. فرحت له سلام الشيخ واش راك لاباس؟ الحمد لله. عرفت روحي قلت له انا ندرس قران في المسجد الفلاني كذا. قلت له شيخ جيتك حبينا نستضيفوك كدايا. قال لي بالفرح والسرور كاش مشكل. قلت له بصح شيخ كاين واحد الامر بقى. قلت له انا مانيش ما جيتش نقول لك باش تجي دير محاضره للناس، قلت له انا جايبك الطلبة الصغار دراري صغار تاع المدرسة القرآنية باش ترغبهم وتحفزهم على حفظ القرآن. إيه قال لي ما شاء الله، قال لي أحب المجالس وأشهى المجالس تاعي قال لي كي نقعد مع الطلبة تاع القرآن، قال لي خاصة كي يكونوا صغار. ومن بعد قال لي نقول لك علاش نحب هذه المجالس أكثر من غيرها. قال لي سبحان الله، قال لي أيام الاستعمار الفرنسي قال لي كنت نشوف اضطهاد فرنسا للمدارس القرآنية، قال كان تضييق عجيب، قال خاصة في المدن الكبرى جزائر وهران، هذه المدن الكبرى كان فيها تضييق كبير جدا. المدارس القرآنية كانت تنشط شوية الزوايا في الدشور في القرى، بصح في المدن الكبرى كان صعيب. قال مرة كي شفت هذاك التضييق أنا قال كنت نقول مع روحي هل يجي النهار وين تستقل الجزائر ويولوا أبنائها يقرأوا القرآن بكل حرية، يقرأوا القرآن بلا ضغط بلا تضييق بلا خوف، يقرأوا القرآن وهم فرحانين بهذاك القرآن. قال كانت من أكبر الأماني تاعي تستقل الجزائر ويقرأ أبناؤها القرآن بكل حرية. قال سبحان الله وحقق الله عز وجل هذيك الأمنية ليا. قال لي استقلت الجزائر، قال لي وليت نشوف المدارس القرآنية. قال لي فكي تجي تقول لي نتايا نروحوا عند الطلبة صغار تاع المدارس القرآنية باش تنجحهم. قال لي هذه أشهى المجالس عندي. قال لي لا لي شيء، قال لي باش نحكي لهم هذه الحكاية، نقول لهم شوفوا كيفاش كنا عايشين وشوفوا كيفاش كانت الأمنية تاعنا وانتم راكم عايشين في هذه الأمنية نعمة عظيمة. قال لك ما يعرفش قيمتها غير اللي فقدها. قال احنا فقدناها ومن بعد عطاها لنا ربي، وانتم ما فقدتوهاش ونسأل الله عز وجل انكم ما تفقدوهاش. وجاء سبحان الله وحكى لهم هذه القصة. فهذا كما يقول لك هذا الموقف سبحان الله. لهذا اللي يعرف الشيخ طاهر كان رجل يركز كثيرا على، كان فاقيه خاصة في المذهب المالكي رحمه الله، لكن كان ينشط خاصة في منطقة القبائل، يسعى في إنشاء الزوايا في تدشين الزوايا، كان يحب القرآن لأنهم عاشوا مواقف ماشي قراوها، مواقف عاشوها. هذا كان موقف تاعه رحمه الله تعالى. حبه للقرآن بإذن الله يشفع له عند الله الواحد الديان رحمه الله وأسكنه فسيح الجنة.